السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي والنهاردة حلقة جديدة وبرنامج العزومة. ربنا يسعد اوقاتكم ويسعد مساكم بكل الخير، ان شاء الله يا رب حلقة تكون مفيدة نستفيد منها بمعلومات حلوة ووصفات كمان سهلة ولذيذة. يلا بينا نشوف النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة معانا وصفة حلوة قوي قوي. اليومين دول الرومي موجود بكثرة في السوبر ماركت، فهنعمل النهاردة ورك رومي، بس ما شاء الله الورك بيبقى كبير فبيكفي عدد أفراد ما شاء الله كتير. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وطعم في منتهى الجمال. تمام، يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا ونشوف مع بعض الطريقة. مقاديرنا هتكون ايه؟ أولا عندي ورك رومي بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعمل له حوالي كيلو ونص 2 كيلو على حسب. عندنا كمان 2 لتر ميه، 4 معالق كبار من الملح، و4 معالق كبار من السكر، و4 معالق كبار من الخل، ودول اللي هنقع فيهم الورك الرومي من بالليل للصبح، وده احنا عملناه خلاص. تمام، نخش بقى على التتبيله بتاعت ورك الرومي. التتبيله بتاعتنا هتكون عباره عن معلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم جدا، هنحتاج عود روزماري وعود زعتر فريش، معلقتين كبار من بشر البرتقال، وكوبايتين عصير برتقال، والبرتقال اليومين دول متوفر برضو كويس جدا، معلقة كبيرة من الصلصة، نص كوباية من المستردة، ومعلقتين كبار من العسل الأبيض، ربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من القرفة. هنحتاج كمان معلقة صغيرة من الكبابة الصيني، ملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. دي مقادير التتبيلة اللي هنتبل بيها ورك الرومي. طيب عندنا خضار للتسوية عشان لما ندخله الفرن، هنحتاج له ايه؟ هنحتاج له ربع كيلو من الجزر، ربع كيلو طماطم، ربع كيلو بصل، عودين كرفس، وراس ثوم صحيحة. دي مقاديرنا، ويلا بينا بقى علشان نشتغل. زي ما اتفقنا غسلنا ورك الرومي كويس جدا جدا، نضفناه من اي حاجه ودعكناه بملح ودقيق، وبعد كده رحنا نقعينه في محلول النقع اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ميه هنحط لها 4 معالق كبار من الملح، و4 من السكر، و4 من الخل، وننقعه يفضل ليله كامله. تمام، ده هيساعدنا في التسويه، هيخلي طعمه احلى، ما ياخدش معانا وقت كبير ويستوي بسرعه، وكمان يقلل لنا من اي زفاره موجوده فيه. هاخد الورك الرومي وابدا ان انا انشفه، طبعا شطفناه كويس جدا من الميه اللي كان منقوع فيها. وتعالوا بينا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هننشفه كويس، هاخده كده على البلانشه، هننشف من الناحيتين كده، وبالسكينة، وهبتدي أعمل فيه تشريحات هتسهل التسوية وكمان هتدخل التتبيلة جواه. حلو قوي كده، زي الفل. هجيب بقى طبق غويط كده علشان اعمل فيه التتبيله، وناخد كل مقادير التتبيله اللي عندنا. وهنبدا نقلبهم مع بعض. ادي بشر البرتقال، عصير البرتقال، اليومين دول البرتقال حلو جدا جدا، واستخدمي البرتقال البلدي. عندي كمان الكاتشب والثوم المفروم، وادي المستردة، وهنحتاج كمان العسل الابيض. يعني كل مكونات ومقادير التتبيله اللي احنا قلنا عليها هنحطها على بعض ونبدا ان احنا نقلبها تقليبه كويسه جدا. وادي البهارات بتاعتنا كلها، توم باودر وبصل باودر، عندي كمان بابريكا، قرفه، كبابه صيني، ونجيب الملح والفلفل
ما تنسوش بقى تتصلوا بينا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه 1710 ده للموبايل، والار دي 0900 910 والدولي موجود عندنا على الشاشه. وتعالوا بينا بقى، انا هفتح كده عشان محتاجين بقى كميه ملح على قد الورك الكبير اللي معانا ده. ومعانا ملك. الو الو الو، اهلا ملك، ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا شير؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، كله تمام. عايزه طريقه عمل الكيكه التايجر. الكيك التايجر، حاضر، عينيا الاثنين. حاضر يا ملك، نورتينا يا حبيبه قلبي، سيل اتصالك يا روحي. هاخد عود الزعتر بالعكس كده ونزل الاوراق بتاعته، تمام، يبقى العود كده هنمسكه كده بعكس اتجاه الورقه ونشد لتحت والاوراق هتنزل معانا، تمام. الروزماري نفس الكلام كده بالشكل ده. ومعانا ماجده. الو الو يا ماجده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله. طبعاً كل اكلاتك وبتبقى حلوه والمصحف. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي وتعيشي يا رب. احنا بنحبك قوي قوي قوي، بنحب اكلاتك قوي يا رب. حبيبه قلبي، انت عندك كام سنه قوليني؟ انا عندي 12. ما شاء الله، خدنا الاجازه ولا لسه؟ ايوه خدناها. اجازه سعيده يا رب، اجازه سعيده ان شاء الله. بتخشي بقى المطبخ مع ماما؟ احنا بنحبك قوي قوي قوي، انا مبسوطه قوي. والله انا مبسوطه اكتر والله العظيم، حاسه بيكي جدا يا روح قلبي. تسلمي يا روحي، تسلمي وتعيشي يا رب. ميرسي يا قلبي على اتصالك والله العظيم. يا رب. حبيبتي. نورتيني يا روح قلبي. بصوا بقى لون التتبيله ولا الريحة بقى، مش قادرة أقول لكم بجد ريحتها جميلة قد إيه. يا سلام بقى لو عملنا الورك الرومي كده وسبناه ليلة كاملة في التلاجة، عايز أقول لكم بقى الطعم هيبقى حكاية، ولونه كمان بيبقى تحفة قوي قوي قوي. بالشكل ده حطيته في التتبيلة، وزي ما قلنا يفضل إن أنا أسيبه ليلة كاملة في التتبيلة الحلوة دي، هيدينا نتيجة رائعة. هسيبه بقى كده وبعدين اجهز عندي الصينيه اللي هندخله فيها الفرن. وادي الصينيه، نرفع الكلام ده. وزي ما قلنا معانا خضار ايه للتسويه، معانا بصل حطه بقى في الارضيه، وطماطم، كل حاجه حوالي ربع كيلو، عايزه تزودي اكتر براحتك. وادي الجزر، عندي فصوص ثوم سليمه، وعندي كمان عودين كرفس كده متقطعين. وبكده ابقى حطيت كل الخضار، واحط كمان عود من الروزماري والزعتر عشان يدونا كده ريحه هايله. وادي الخضار بتاعنا، تمام. بعد ما سبنا الورك الرومي بتاعنا سبناه ليله كامله في التتبيله الحلوه دي في الثلاجه، هبدا ان انا اشيله بقى واحطه على الخضار علشان ادخله الفرن، يقعد بقى حوالي ساعتين في الفرن يستوي ويطلع معايا بقى حاجة كده وهمية، تمام. يلا بينا. ومعانا شيماء. الو الو الو، اهلا شيماء، ازيك؟ فاطمة عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام؟ تمام الحمد لله. لو سمحت شيف، عايزة اسأل حضرتك عن الخلطة بتاعت العيش بالسجق. حاضر، عينينا الاثنين. بس لو سمحتي جاوبيني على طول، يعني انا عملت العجينة وكل حاجة بس عايزة الخلطة بس. طيب حاضر يا روحي، حاضر، تسلمي يا رب، نورتينا. كده خلاص الورك الرومي اتبل وقعد في التتبيلة فترة كافية، حطينا الخضار في أرضية الصينية ونزلنا الورك على الخضار، وكمان حطينا باقي التتبيلة فوق الورك بالشكل ده علشان يدينا طعم كمان حلو قوي للخضار اللي معانا ويبقى متبل وهو يشرب بزيادة. خلاص كده جاهز معانا بالشكل الحلو ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نغطيه تغطية كويسة جدا في ورق الألومنيوم
او كيس حراري، ايهما افضل ليكي؟ الاثنين شغالين، يبقى ندخل في كيس حراري، يا اما زي ما احنا عملنا كده وعلى طول هنغطي بالورق الالومنيوم وعلى اعلى درجة 220 عندنا هنخليه بس ربع ساعة يغلي، وبعد ما يغلي كويس قوي هنهدي النار خالص خالص على 160 ونسيبه بقى يستوي على نار هادية. بس بعد مرور ساعة لازم اكشف علشان اشوف هو محتاج سوائل ولا هو كده تمام. لو محتاج سوائل هنزوده كوباية مية بتغلي، وهكذا لغاية ما احط السكينة او الشوكة الاقيها خلاص دخلت استوى، يبقى احنا كده تمام. نرفع بقى الغطا ونحمر ونطلع بالهنا والشفا. يلا بقى ندخل الفرن زي ما قلنا على ارضيته ربع ساعة لغاية ما يغلي على 220، وبعدين نهدي النار خالص. زي الفل. ايه رأيكم خلصنا اول وصفة؟ نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا ورك الرومي الروستو في الفرن بتتبيله ولا اروع من كده، ان شاء الله تعملوه وتجربوه يعجبكم جدا جدا. معاد وصفتنا التانيه، والنهارده هنعمل معاه هنعمل ايه؟ هنعمل كشك المظيه، هنعمله بالفراخ، طريقه كده سهله ولذيذه بس طعمها بقى ايه؟ تحفه جدا. تعالوا بينا نقول المقادير ونشوف مع بعض الطريقه. مقاديرنا سهله وبسيطه جدا، صدرين فراخ متقطعين مكعبات صغيره. هنحتاج كمان بصلة كبيرة مفرومة خشن، يعني متقطعة كده قطع كبيرة إلى حد ما شوية. لتر من الشوربة، ويفضل طبعا كل ما الشوربة كانت قوية كل ما هتديكي طعم حلو جدا جدا. ربع كوباية رز بلدي مغسول ومنقوع ومتصفي كويس جدا. كوباية من الحليب، كوباية من الزبادي، 3 معالق كبار من الدقيق، وثلاث معالق كبار من السمنة البلدي، ومكعب مرقة وملح وفلفل اسود. دي المقادير ويلا بينا على الطريقة. زي ما اتفقنا البصل عندنا متقطعة خشن بالشكل ده، مش عايزاها مفرومة ناعم، هتبقى متقطعة كده تمام كده جاهزة معانا. وتعالوا بينا هدعكها بذرة ملح، يعني شوية ملح صغيرين كده لان الكمية مش كتير، بس عشان يديها طعم، خاصة اني هزين بيها الكشك. يبقى رشة ملح هدعك بيها كده البصلاية عشان كمان افكها من بعض، وهاخد من الثلاث معالق دقيق اللي عندي دول رشه كده تمام جدا جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط السمنه في حله على النار علشان نبدا نحمر البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب بقى السمنة تسخن كويس قوي، تمام. ولما السمنة تسخن هننزل البصل اللي احنا دعكناها بشوية ملح صغيرين مع رشة دقيق بسيطة علشان نحمره على النار. ومعانا أميرة. ألو يا أميرة. الو، اهلا اميره، ازيك؟ الو، اهلا اميره، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. اخبارك؟ كله تمام؟ كويس يا رب دايما بخير. عندك كام سنه يا اميره؟ أوي. وانا بحبك قوي. عندك كام سنه؟ بسم الله. 12. ما شاء الله، سن الانساتي ده الجميل ده. وطي التلفزيون شوية يا أميرة. حاضر. حضر لك الخير يا قلبي. أخويا عايز يكلمني. ينور، أهلا وسهلا. اتفضل. ألو. ألو. اسمك إيه بقى؟ اسمك إيه؟ ألو. طيب ميرسي لاتصالكم حبايب قلبي، والله نورتونا.
يبقى احنا عملنا ايه؟ خرطنا البصل مكعبات الى حد ما خشنه شويه، حطينا عليه معلقه صغيره من الدقيق مع ذره ملح ودعكناه كده وفرفرناه من بعضه، وابتديت احمره في السمنه، معلقتين سمنه على النار. وتعالوا بينا نقول طريقه الحواوشي السجق. اعتقد ان هو كان حواوشي السجق صح يا ريهام، اللي هو العيش بالسجق. بصي يا قلبي، هنجيب السجق ونقطعه قطع صغيره جدا جدا، وهنفرم بصل، بصلايه كده كبيره نفرمها ناعم، وطماطمايه مبشوره، هنحط كمان قرنين فلفل سواء بقى بتحبيه بارد او حامي، هنحط بقى شويه توابل من عندنا، هنحط رشه كبابه صيني او بهارات لحمه وملح وفلفل، وهندعك الكلام ده كله مع بعض، وابدا احشي بيه العيش واقفله العجينه. انت كنت بتقولي ان انت عامله العجينه، هتقفلي بقى تفردي واحده وتحطي الحشوه وتقفلي الثانيه، تمام. اهم حاجه الطماطم اللي هتبشريها يبقى ما تحطيش فيها الميه بتاعتها، البذر اللي جوه، يا دوبك تبشري اللحم اللي بره، تمام. وهتحطي الخليط جوه العيش، وبعدين تقفلي بحته عجينه تانية وتدخلي الفرن الخبز على درجه حراره 200 على ارضيه، مش ارضيه الفرن بقى، هننزل الشبكه كده لاقرب منطقه للارضيه ونخبز عليها، ولما يحمر من تحت هنديله وش من فوق. اهم حاجه تلمعي العجينه من على الوش، سواء بقى ببيضه مع معلقه حليب مع رشه قهوه سريعه الذوبان او اي دهان انت بتحبيه، تمام. ممكن كمان ترشي على الوش كده حبه البركه. واحنا شغالين كده البصل اهو شغال وهيبدا يحمر. تمام، انا هنقله الناحيه الثانيه دي اعلى شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان ننجز وقتنا. طيب احنا قلنا معانا صدرين فراخ، الفراخ هنجيبها نغسلها كويس جدا جدا ونقطعها مكعبات يا دوب صغيره علشان تطلع معانا، سواء بقى هناكل الكشك بالمعلقه او بالعيش، تبقى ايه حاجات كده صغيره مش كبيره قوي، تمام. وتعالوا بينا نعمل الخليط اللي هو ايه، هيبقى الزبادي ومعانا سماح. الو الو، كيفك فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله، الحمد لله يا حبيبه قلبي. احنا بنشكرك جدا على كل اللي بتعمليه. ميرسي يا روحي، كلك ذوق. والله بنحبك جدا جدا، وعيالي بيحبوكي موت بصراحه. يا حبيبه قلبي انا بحبكم اكتر والله، تسلموا يا رب. الله يخليكي ويخليكي يا رب للشاشه كده، ونشوفك دايما منوره باذن الله. تسلمي لي، كلك ذوق يا حبيبه قلبي والله العظيم. الله يخليكي يا حبيبتي، ميرسي جدا جدا. مرسي ليكي ومرسي على ذوقك وكلامك الحلو. والله مع الف سلامه. الله يسلمك يا روح قلبي، الله يسلمك، نورتينا واسعدتينا. حطيت انا هنا ايه؟ حطيت كوبايه اللبن، كوبايه الزبادي، وثلاث معالق من الدقيق، وهبتدي اقلبهم علشان يختلطوا مع بعض كويس جدا. تمام بالشكل ده، ويبقى الخليط ده معانا جاهز. تمام. هايل كده، الدقيق داب مع الزبادي والحليب كويس جدا، وكده يبقى جاهز معانا. تعالوا نقلب البصل تاني ونشوف الدنيا اخبارها ايه. تمام، هنستنى لما البصل يحمر وياخد عفوا وياخد لون علشان اقدر اشيل منه شويه ازين بيهم، والباقي نكمل عليهم الوصفه. تمام شغال. الرز بتاعنا زي ما قلنا رز مصري مغسول ومنقوع، لازم يتنقع شويه مش اقل من نص ساعه علشان يستوي معايا بسرعه مع الكشك. تمام، يبقى رز مصري مغسول منقوع نص ساعه ومتصفي كويس جدا. والبصل على النار، هنستنى بس ياخد لون ذهبي لطيف كده علشان نبدا نشيله ونكمل وصفتنا. طيب ايه رايكم نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول تكون البصله احمرت عشان ما نضيعش وقت، وندخل مقادير الوصفه الثالثه بتاعتنا علشان نقدر نعملها. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيه. رجعنا لكم تاني.
البصل خلاص اخذ معانا لون حلو جدا اهو، يا دوبك كده شايفين لون ذهبي لذيذ، هيبقى مقرمش وزي الفل. هبدا اخد منه شويه اركنهم عشان التزيين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهطلعهم بقى على مناديل المطبخ عشان اي زيت زياده المنديل يمتصه كده، ومكان التحمير ومع بقيه البصل هنعمل ايه؟ هاخد الفراخ اللي احنا قلنا ان احنا مقطعينها صغير جدا وهنزلها بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتشوح في نفس مكان تحمير البصل ومع بقيه البصل. حلو قوي كده. وهسيب الفراخ بقى على نار عاليه تتشوح على ما نقول مع بعض مقادير القرص الفلاحي اللي طلبتوها مني كتير جدا، والنهارده هنعملها فلاحي فلاحي. يلا بينا نقول مقاديرها ونشوف مع بعض الطريقه. مقاديرنا النهارده هتكون كيلو دقيق، وكيلو الدقيق هنحتاج له كوبايه زبده، تمام؟ هنحتاج كمان ربع كوبايه قشطه، قشطه فلاحي، قشطه بتاعت وش اللبن. هنحتاج كمان كوبايتين كبار من الزبادي او اللبن الرايب، دول حوالي 500 جرام. ولو هتختبري الخميره، لو انت الخميره بتاعتك مش واثقه فيها، فهنحتاج ربع كوبايه ميه عشان نختبر فيها الخميره. عندنا 3 معالق كبار لبن بودر، ممكن نستغنى عنهم بس بيدي ريحه وطعم حلو قوي للقرص. باكو من البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، وربع معلقه صغيره من الملح. دي مقادير العجينه بتاعتنا، والعجينه بتاعتنا دي عن تجربه هايله جدا جدا بجد، نتيجتها كده في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم جدا جدا اللي لسه ما جربهاش. طيب اقدر احشي القرص الطريه ايه؟ اقدر احشيها عجوه، اقدر احشيها جبنه، اقدر اسيبها ساده زي ما تحبوا. كمان نقدر نحط على الوش حبه البركه او سمسم، او نسيبها من غير اي حاجه خالص ولا ندهنها ولا اي حاجه وهتطلع معانا زي الفل. ويلا بينا بقى نشتغل. هدي تقليبه الاول للفراخ بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتشوح كده. وتعالوا نبص بصه على القرص بتاعتنا. دي القرص كبيره بقى وفلاحي فلاحي يعني، فهدخلها الفرن. طبعا بامكانك انك انت تعمليها صغيره، وده انا اللي بفضله دايما ان الحاجه تبقى صغيره علشان كل واحد ياخد واحده يقدر يخلصها وما يبقيش منها حاجه، تمام؟ فانا بفضل دايما الاحجام الصغيره في كل حاجه. هاخد دلوقتي القرص واكون مسخنه الفرن على درجه حراره 220، وعلى الرف الاقرب للارضيه هنسوي القرص. كل ما كانت النار حاميه، كل ما كنا مسخنين الفرن قوي، كل ما القرص هتطلع معانا طريه وحلوه جدا جدا. انا هروح انزل الشبكه ومعانا نهله. الو الو يا نهله. الو. ايوه ازيك؟ الخط فصل، حاولي تتصلي بينا تاني يا نهله. وادي القرص بتاعتنا دخلت الفرن والدنيا تمام. تستوي مش هتاخد مننا يعني، مش هتاخد 10 دقايق، هتستوي قبل ال 10 دقايق. ونقلب الفراخ تقليبه. طيب هو في متصله اتصلت بينا وبتسالنا هي هتجيب بهارات من اسوان. طبعا اجازه نص السنه والسفر لاسوان، اسوان من المناطق الهايله جدا جدا، واهلها ناس طيبين جدا جدا جدا، والبهارات عندهم فعلا حلوه قوي. تقدري تشتري كل البهارات من هناك، مفيش حاجه معينه تشتريها او ما تشتريهاش، بس هي بتقول هتجيب كميه كبيره عشان تشيلها لرمضان. طب هتشيلها ازاي؟ هنا بقى المشكله. لو هنجيب كميات كبيره خليها في الاكياس بتاعتها، تفرغي منها الهواء، والاكياس تكون مقفوله كويس جدا جدا، واحفظيها في الفريزر، ده افضل حل. وبعدين كل ما تعوزي هتاخدي الكميه اللي انت عايزاها تحمصيها على البوتاجاز على نار هاديه قوي في حاجه الومنيوم مع التقليب المستمر لغايه ما تحسي كده ان البهارات نفسها سخنت كويس قوي والرطوبه طلعت منها، هتسيبيها تبرد وبعد كده تطحنيها في المطحنه، هتاخدي احلى توابل في الدنيا.
تمام، بس كده اهم حاجه انك انت تحفظيها في الفريزر وهي مش مطحونه، وتبداي انك انت تطحني منها حبه بحبه، ده افضل نتيجه. خلاص كده الفراخ اتشوحت وبقت زي الفل، حلوه قوي قوي. هنزل بقى عليها حوالي ربع كوبايه من الرز المصري المغسول. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، وحط معاهم الشوربه، عندنا لتر من الشوربه. احط كمان مكعب من المرقه، ده لو الشوربه مش قويه، اما لو شوربه بط بقى وشوربه كده حلوه ودسمه خلاص احنا مش محتاجين نحط اي حاجه تاني. هضيف كمان شويه ملح وفلفل عشان نتبلها. معانا مين؟ مدام سناء. الو مدام سناء، خط فصل. طب حاولي تتصلي بينا تاني. كده خلاص حطينا كل المكونات، هنغطي ونسيب الكشك او الفراخ مع الرز على نار هاديه علشان الرز يستوي، وبعدين ايه نكمل بعد كده هنعمل ايه. وتعالوا بينا نشتغل في القرص الطريه. ما تنسوش ان في خلطه معانا هنا كانت بالزبادي واللبن، الزبادي والحليب وكمان الدقيق، ومخلينهم كده على جنب يخمروا شويه على بال ما اللي على النار يستوي. في العجان هنحط الدقيق، والدقيق عندنا دقيق عادي جدا، دقيق متعدد الاستخدام، منخول طبعا عشان نضمن النظافه. وكل المكونات الجافه اللي عندنا هنبتدي نضيفها على الدقيق. ادي لبن بودر، وهنا ده اختياري بس هو بيدي نتيجه حلوه. معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من السكر، وعندنا الملح. معانا تليفون الحاجة ام محمد. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف فاطمة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله انا مبسوطة اول بكلم حضرتك. والله انا اسعد، ربنا يعزك يا رب. كل يوم والله بنقعد نسمعك انا واولادي، والله بنحب حضرتك يا روح قلبي. تسلمي والله العظيم، ده شرف ليا والله. الله يخليك، ربنا يعزك يا حبيبه قلبي. اسال على طريقه بلح الشام. عينيا الاثنين. حاضر حاضر يا روحي، ننزله لك ان شاء الله. نورتيني نورتيني يا حبيبه قلبي، ودايما كده تتصلوا بينا على طول. كده انا حطيت كل المكونات الجافه على بعض، حطيت الدقيق مع اللبن باودر والبيكنج باودر والخميره والسكر والملح. تعالوا بينا بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه. وفاضل عندنا زي ما قلنا لكل كيلو دقيق كوبايه زبده، وكوبايتين من الزبادي او اللبن الرايب، وربع كوبايه قشطه. بعد ما المكونات بتاعتنا اختلطت كويس واتقلبت كده كويس مع بعض، وعلى فكره القرص من الحاجات اللي مش لازم تستخدمي فيها عجان، بايدينا وهنعملها وسهله وبسيطه وما بتاخدش مننا وقت في العجن ولا مجهود. هبدا دلوقتي ان انا انزل الزبده. بسم الله. الزبده تكون دافيه تمام علشان تدينا نتيجه حلوه. وتعالوا بينا يلا نحط كمان القشطه واللبن الرايب، كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي قوي للقرص. تمام، ادي القشطه. بسم الله. ونضيف مع بعض اللبن الرايب او الزبادي. بسم الله. المكونات كلها دلوقتي بتتعجن مع بعض. لو حسيتي انك انت محتاجه شويه ميه صغيرين ضيفي معلقه او معلقتين، والعكس لو لقيتي العجينه ملزقه جدا ضيفي معلقه دقيق او معلقتين، مفيش مشكله خالص. هنبص بصه كده اخبار القرص بتاعتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه شويه. معانا مين؟ نورهان. الو الو. اي حبيبي ازيك، عامله ايه؟ الو. اي حبيبي ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله الحمد لله تمام. يا نورهان وطي التلفزيون شويه. ايه وطي التلفزيون شويه. شويه تمام يا روحي.
اتفضلي يا قلبي اتفضلي. عايزة طريقة الكب كيك. حاضر عينينا الاتنين. بس كده نورتينا يا حبيبة قلبي، والله نورتينا وأسعدتينا. زي ما شفتوا كده الكشك بدأ يغلي، وهدي عليه النار شوية علشان الرز يستوي على نار هادية، تمام، ويبقى مستوي كويس جدا، ونتأكد ان هو بقى تمام قبل ما نضيف اي اضافات تانية. احنا حاطين كل الاضافات بتاعتنا، حاطين مكعب المرقة لو احتاجناه، حاطين الملح والفلفل، ومظبطين الدنيا كلها. العجينة بتاعتنا هنكمل عجنها، بس انا عايزة اطمن كده اشوف هي محتاجة دقيق ولا محتاجة مية ولا محتاجة ايه. محتاجة شوية مية صغيرين، هنحط شوية مية يعني معلقتين ثلاثة كده، وابتدي اعجن. خلاص كده العجينه لمت واتكورت كده، دليل على ان خلاص المكونات ربطت مع بعض والدنيا بقت مظبوطه. عايزين العجينه لينه، هعجنها انا ونرجع من الفاصل علشان نشكلها. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما قدمنا مع بعض ورك الرومي. شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه تحفه جدا، وريحته مش قادره اقول لكم جميله قد ايه، والطعم بجد بيبقى فظيع. عندنا كمان هنا الرز البسمتي الاصفر، عملناه كتير مع بعض، هنقدمه النهارده مع الديك الرومي، تمام. وادي القرص بعد ما استوت، وتعالوا نشوف احنا شكلناها ازاي. عايزه اوريكم بس الاول العجينه. ايه دي العجينه بتبقى بالشكل ده، شايفين العجينه لينه خالص، تمام، اهي زي الفل بالشكل ده. طالما فيها خميرة يبقى احنا هنسيب العجينة بتاعتنا زي ما هي، ونغطيها ببلاستيك وبفوطة نظيفة، ونحطها في مكان تخمر علشان نقدر نتعامل معاها. وبعد ما تخمر هكورها كور. طبعا ليكي مطلق الحرية بقى تعملي قرص كبيرة صغيرة، بس زي ما اتفقنا انا عن نفسي بحبها كبيرة صغيرة علشان اللي ياخد واحده يخلصها. هنبدا دلوقتي نحشي القرص بتاعتنا. في امكاننا ان احنا يا نحشيها جبنه، يا نحشيها عجوه، يا اما نسيبها ساده خالص، تمام. نطلع اللي في الفرن يا دوب، صح كده؟ ميرسي يا ريهام. تمام، احنا مميزين اللي بالجبنه، حاطين على وشها حبه البركه. نشيلها بقى من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، حلو قوي. بالشكل ده نشيل دي بقى خالص. ايه دي القرص اللي بالجبنة وجنبيها اللي بالعجوة. وتعالوا نشكل تشكيل طبعا بسيط كده جدا جدا وسهل جدا. بس قبل ده تعالوا نحط اخر اضافه للكشك، الخلطه اللي احنا كنا عاملينها من الدقيق والحليب والزبادي. يلا بينا. بسم الله. هحطها امتى؟ لما اتاكد كده ان الرز خلاص استوى تماما وبقى زي الفل، هبدا انزل بيها واقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا رضوى. الو الو، ازيك يا رضوى؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. الحمد لله دايما. أنا يا روح بحبك قوي وبتابع كل وصفاتك يا روح قلبي، تسلمي لي. عندك كام سنه يا قلبي؟ عندي 10. 10 ما شاء الله، اللهم بارك. تسلموا لي حبايب قلبي، والله اسعدتوني النهارده كلكم. قولي حبيبتي. انا بحبك قوي وكنت عايزه اسلم عليكي. تسلميلي وتعيشي يا رب، تسلمي من كل شر. نورتيني يا روح قلبي والله. ملكيش اي سؤال؟
ميرسي يا روحي. تمام، بصوا بقى القوام بدأ يتقل ازاي. الخليط اهو تقل معانا، ولسه كمان لما يغلي هيتقل وياخد القوام اللي احنا عايزينه. هسيبه بقى يغلي على مشكل كده في الكفتة. تمام، يلا بينا. في البداية هنجيب صاج نخبز فيه، زي ما قلنا الحاجات الألومنيوم بتبقى نتيجتها في الخبز حلوة قوي. وهندهنه بسيط خالص من الزيت، شوية زيت صغيرين نوزعهم كده في الصاج. بسم الله. ويلا بينا هنبدأ نشكل بقى ونحط في الصاج بتاعنا. ادي القرص، ونيجي للعجوة اللي دايما بيجي لنا عليها أسئلة. العجوة بتنشف مني وأنا بعد ما بسوي فيها أو بحطها في أي حاجة وسويها بتنشف. حاولي قدر الإمكان ما تحطيهاش على النار خالص خالص، خليها لو لقيتيها كمان ناشفة، احنا اليومين دول في الشتاء أنا عارفة وبتبقى جامدة قوي. اللي تقدري تعملي ايه، انك تحطيها في الميكرويف مع معلقه لبن او معلقتين لبن، يفكوا شويه مع بعض، وتبداي انك انت تعجنيهم وتحطي كمان معلقتين زبده، هتلاقيها بقت طريه وحلوه جدا جدا من غير ما تنشف ولا اي حاجه. انا كده بدات ان انا احط العجوه، احطها بشكل برده دائري كده، والم العجينه على العجوه بالشكل ده. تمام، وهفرد بس مش قوي، عايزاها تبقى متختخه شويه بالشكل ده، واسويها عشان تطلع مدوره وحلوه كده. تمام كده، دي احنا حشيناها بالايه، بالعجوه. يلا بينا نحطها في الصاج اللي مدهون، نعمل واحده كمان. يبقى بنفرد شويه، وباخد حته من العجوه اكورها وابدا ان انا افردها تبقى على شكل دائري بالشكل ده، واحطها في النص، واروح لما العجينة على العجوة كده وبططها حاجة بسيطة، وابتدي اشيلها كده. ده السمك اللي احنا عايزينه، لما بتبقى متختخة كده بتبقى طرية وحلوة قوي قوي، ما ترفعهاش لانها لو رفعت هتنشف معاكي في الفرن وهتبقى القرص مقرمشة. يلا نحشي دي بايه، بالجبنة. نروح نجيب الجبنة كده، احنا كده تمام. الله عليه، ريحته هايله جدا جدا ما شاء الله بجد. خلاص كده الكشك جاهز ان انا اغرفه. هرفعه بس من النار واشكل واحده بالجبنه واروح اغرفه على طول. بس كده خليه، هاخد المعلقه واخد من الجبنه. حاولي تحطي نوع جبنه ما يكونش فيه سوائل، عشان جالي سؤال على الموضوع ده، في ناس بتحشي جبنه قريش، الجبنه القريش من الجبن اللي فيها نسبه سوائل عاليه، بالتالي لما بتحطيها في الحشوه لو ما صفتيهاش كويس بتبتدي العجينه نفسها تسيح والجبنه تطرطش. لو بتقليها في الزيت، يعني لو حاشيه بيها سمبوسك مثلا تبتدي الجبنه تطرطش في الزيت. تمام، بصوا برده بنفس الطريقه كده، دي اتحشت جبنه اهو معانا بالشكل الجميل ده. تمام، ومعانا مين؟ الو يا مريم، ازيك؟ الو. اهلا مريم، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ حبيبك. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا حبيبه قلبي. عندك كام سنه يا مريم؟ عندي 13 سنه. الله اكبر ما شاء الله. والله شطورين وانا مبسوطه منكم قوي قوي قوي. قولي لي، بحب حضرتك جدا وانا بحبك اكتر يا مريم. والله تسلمي يا روح قلبي. عايز اعرف طريقه عمل الكنافه بالمكسرات. عايز تعرفي طريقه ايه؟ عمل الكنافه. كنافه بالمكسرات. حاضر يا روح، حاضر، ده احنا نعملها لك مخصوص يا مريم. والله يعني النهارده قمه السعاده، كلهم بنوتات صغيرين من سن ال10 و12 و13 ما شاء الله، يعني كونهم يتابعوني دي في حد ذاتها بحسها مسؤولية، كمان مسؤولية كبيرة جدا. في السن ده الولاد بيلقطوا بسرعة، بيتعلموا بسرعة جدا، فكون ان هم بيتفرجوا اولا ده يعني حاجة انا افتخر بيها جدا جدا، وان هم يتابعوا اكل كمان دي حاجة يعني بصراحة عجباني قوي. فربنا يعزكم ويكرمكم يا رب ويجعلنا كده قد المسؤولية ان شاء الله.
لا دي ريهام أستاذة، يا أستاذ حمدي. مش الشكل ده، يبقى احنا حشينا كده بالجبنة وحشينا بالعجوة. اظن الموضوع سهل وبسيط جدا، ولو قمتي جربتيها حالا هتعملي احلى قرص في الدنيا. اما لو عايزاها ساده فهي ساده، هفردها بس كده من غير اي اضافات واحطها. احنا هنا ميزناهم بالسمسم وحبه البركه، تقدري ما تحطيش اي حاجه خالص وهتتحمر وهتطلع معاكي حلوه جدا من غير اي تلميع على الوش. طيب بعد ما نعمل القرص ما ينفعش ونشكلها بالشكل ده، ما ينفعش ان انا ادخلها على طول دلوقتي اسويها، لازم اسيبها مش اقل من نص ساعه، عايزاها تخمر مره تانية عشان لما تدخل كده تبقى هشه وطريه جدا معانا. يبقى هنسيبها ترتاح او تخمر نص ساعه كمان قبل ما ادخلها على درجه حراره 220 على الرف الاقرب للارضيه علشان تاخد لون من فوق ومن تحت وتطلع معانا مستويه وفي منتهى الجمال. ويلا بينا نغرف الكشك. طبعا الرومي لسه في الفرن لانه بياخد حوالي من ساعه ونص لساعتين على حسب حجمه، تمام. وده كانت نسخه عاملينها قبل الهوا زي ما انتم شايفين كده، جميله جدا، وقدمناها مع الرز المبهر البسمتي. وادي الكشك، يلا بينا نغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو جدا جدا، تمام. ودي البصل اللي احنا كنا محمرينه، هبدأ أرشه على الوش. فاكرين اللي حمرناه في أول الوصفة وخدنا شوية وسبنا شوية كملنا عليهم الوصفة بتاعتنا؟ مش قادرة أقول لكم بقى ريحة الكشك وطعمه بيبقى عامل إيه، من الأكلات الشتوية كمان اللذيذة جدا. النهاردة كانت وصفاتنا تحفة جدا جدا وسهلة جدا جدا، ونتيجتها بجد في منتهى الجمال. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. نجيب بس عود كده، كزبرة، نحط هنا برضو نكسر الألوان، وناخد عودين للكشك. يلا بينا. وعندنا ايه؟ مفرش، تمام. بسم الله. هوبا، بس كده. دي كانت مقاديرنا النهارده ووصفاتنا النهارده، يا رب يا رب تعجبكم. ان شاء الله بقى هستنى التعليقات، هستنى التعليقات والتطبيقات على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. كنت سعيده جدا باتصالاتكم النهارده، خصوصا حبايبي الصغيرين. يا رب دايما مع بعض، ويا رب دايما اكون عند حسن الظن، ودايما وصفاتي تعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.